اجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت.